واحد من الزملاء كان يسالف يقول انه كان يعاني مره من شو اسمه من تويتر، من ناحيه السب والشتم. شوف ايش السالفه؟ على الطاري هذا، شوف احنا لازم نفهم سواء احنا او غيرنا من الناس، عادي انك تحط اسمك اسم مستعار في اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، ما حد حيقول لك لا. حلو، بس انه يكون اسمك مستعار هذا ما يبيح لك انك تاكل لحوم البشر تستمتع فيها، شاورما قطع وكل كل 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 صادق، هذا ما يبيح لك انك لا شو اسمه تتكلم عليهم ولا تسبهم ولا تستبيح اعراضهم و الى اخره. تمام، حتى واحد من اصحابي كان يقول لي عندي 3 حسابات ما شاء الله ايش اسوي فيها، واحد كذا واحد مخصص لكل واحد الرياضة شغله. تمام، الكوره يروح حقين الكوره يسبسب فيهم، بعدين يقول طب ليش ما تحط حسابك انت؟ يقول لا والله ما ابغى مشاكل، ما ابغى الناس يعرفوني. هنا تلاقي انه في مشكله اصلا حقيقيه، انه احنا قاعدين نخاف من بشر مو قاعدين نراقب الله سبحانه وتعالى. صح، فهمت؟ فهنا تكمن المشكله الحقيقيه، مو انه المشكله انه حخاف من قريبي، حخاف من اهلي، حخاف من، هو الخوف من الله سبحانه وتعالى فعلا يعني. هذا اللي قاعد نعاني منه، يعني كان يقول انه فعلا يعني كان سب وفيه قذف وكذا، فهو مثل ما قلت يعني ما مو بخايف من الناس، مو بخايف من الله، يعني قاعد يخاف من الناس ومغير اسمه. ف ترى قد يكون ناجح، يكون ناجح صح ناجح صح, صح. يعني محترف في موضوع الرياضه، محترف في موضوع الاعلام، محترف يا سلام. في موضوع اللي يختص الامور الاجتماعيه، لكن ما يظهر اسمه ولا شوف إيه. احد يتوقع ان هذا هو صاحب الحساب الثاني. هو صح، شوف هي إيه يعني اي حاجه في الحياه هي سلاح ذو حدين، سوشيال ميديا اي حاجه سلاح ذو حدين، انت على حسب ما تستخدمها، يعني تستخدمها في الشيء الصح تكون معك صح، تستخدمها في شيء خطا صح تطلع معك خطا. يعني في النهايه المشكله الثانيه برضو ان اذا احد اخذ اسمك انت فهذه اشكاليه برضو. لا لا عادي يعني تقدر تبلغ مو شيء، تقدر تبلغ صحيح. بس ما توصل يعني. والله بعدين اسمع توصل ايه صعب توصل عقب ما جت المشكله وجت واحد من اصحابي ما شاء الله ما شاء الله يعني حساب اسامه راحل، بس عدد المتابعين يفرق يعني الناس اللي تفهم افرض جاز عنده تلقى عنده عدد حسابه، هو حسابه مثلا منزل، هو مسوي حسابه مثلا عنده مثلا 1000 وغير الاسم حط اسم اسامه راحل يلا، وقد يكون حسابه اكثر من حسابك يعني عدد اللي عنده. ثواني يعني انتبه شوي، يمكن تلقى سام راحل حسابه حق طبخ في فتره ترى في فتره جت كثروا فيها المصابين ذا الى الان والله لا لا جت فتره كذا مره كثير. تمام، وكانوا يستخدموا تهكير الواتساب. اه اي كذا كل الناس تهكر الواتساب، ايش في ارسل لي طاقتك، والله انا تعرف ايش اسوي، طقطق عليهم طاقتي من ورا ولا من قدام، طب تبغى الصرافه الاهلي ولا تبغى الراشي؟ يعني قد صارت معك انت؟ لا كثيرين لا كثيرين. هو تصير لاصحابه فيجون، اصحابي صر لهم فيجوني. ايه. انا طبعا انا قلت من زمان واعيد اقولها، قلت اصحابي مطفرين لو جاكم احد تونسوا عليه. عاد سبحان الله يا اخي شيء منتشر. ايه. شيء منتشر، المفترض الناس عارفين ذا الشيء، يكون في وعي. الاغرب من اللي استغرب منه انه هذا فعلا شيء منتشر وفي ناس تحذر من هذا الشيء وتقع فيه. صح تقع فيه يعني تتنصب يعني بشكل يعني ما آخر. تتوقع ان فلان الفلاني الحريص ان حسابي يتهكر. صح سبحان الله يجيك الخاص ارسل لي رقم حسابه. فعشان كذا يعني ممكن يعني تكون الحسابات اشياء عامه، يعني ما يكون فيها اشياء خاصه وخصوصيات، لا تكون يعني اما انك تستخدمها بشكل عادي يومي، نصيحة، فائدة، أي شيء، بس أشياء خصوصية أنا أشوف أنه وهذه ضد يعني. هذا البرنامج برعاية